الاهلي. سمعت لك تصريحات برضو احمد مش عارف صحتها ايه، ان انت تنازلت عن جزء من فلوسك علشان تروح النادي الاهلي، الكلام ده مظبوط ولا كلام مجرد تصريحات؟ هو فعلا مظبوط يا كابتن. هو لسه برضه هي لسه يعني الاكيد ما حصلش لسه، يعني ان احنا لسه ما مضيناش على اي حاجه ولا عقودات ولا اي حاجه، بس الكلام شفوي. انا فعلا هعمل كده، لان النادي الاهلي يعني انا لو هلعب ببلاش فيه انا تحت امره. طب هتاخد فلوس كويسه ولا لا؟ طمني. والله يا كابتن سيف، انا زي ما بقول لحضرتك، انا مش فارق معايا قصه الفلوس دي قد ما يفرق معايا الاحترام والتقدير، يعني دي اهم حاجه. انت لو الكلمه الحلوه بتريح. طبعا طبعا، ربنا يوفقك يا احمد ويكرمك.